کار هد گل قمتان رام رو بیتل در بابم دی شبه دیکه هنگو خلطی اک کری ما شاهدناه كان مقاطع من فيلم ماي سويت بيبرلاند للمخرج الكردي العراقي هنر سليم. هنر سليم يعود إلى مهرجان كان للمرة الثانية بعد بضعة سنين من مشاركته في هذا المهرجان في فيلمه الكيلومتر صفر. في ذلك الفيلم في الكيلومتر صفر تعامل هنر سليم مع ضحايا حروب صدام حسين والنظام الدكتاتوري السابق، تعامل مع المقاتلين أو الجنود الأكراد الذين زجهم النظام الدكتاتوري في حروب لا طائل من ورائها، حرب العراق ضد إيران واحتلال الكويت والحروب التي تلت فيما بعد. في هذا الفيلم، في فيلم ماي سويت بيبرلاند، واضح من عنوانه طعم العذوبة الوطن ومرارة الأشياء التي يعيشها هذا الوطن، يتعامل هنر سليم مع موضوعتين تهمان حياة المواطن في أي مكان وبالذات في منطقتنا في العراق وفي كردستان بالتحديد. يتعامل هنر سليم مع موضوعة الأمن وسيادة القانون ومع موضوعة التعليم. هاتين الموضوعتين يتعامل معهما هنر سليم من خلال ناظري أو وجهتي نظر شابين. شاب كان يشتغل أو يعمل مقاتلا ضمن قوات البيشمركة التي حررت كردستان وساهمت في الثورة الكردية طيلة سنوات، يعود ليسلم سلاحه، لينزع سلاحه وليعود إلى حياته الطبيعية، لكنه في لحظة ما يقرر العودة إلى الخدمة، لكن من خلال انتظامه في مؤسسة الشرطة الكردستانية العراقية. أما الشخصية الثانية التي يطرح هنر سليم قضية التعليم من خلال ناظريها هي شخصية معلمة شابة محبة لعملها، تذهب إلى قرية نائية بعيدة في أقاصي الشمال الكردستاني حتى تعلم الأولاد الذين يعيشون في تلك البقعة النائية من هذا البلد. كما قلت، عنوان الفيلم يشير إلى العذوبة والمرارة في نفس الوقت، وهذا ما نستشعره من خلال ما يواجه بطلي الفيلم خلال الساعة والنصف التي تدور فيها أحداث الفيلم. عذوبة الحب الذي يشعران به تجاه واجبهما كرجل يحافظ على سيادة القانون ومعلمة تريد أن تحمل التعليم للأولاد، وتواجههما مع السلطات المحلية أو السلطات القبلية أو المصالح القبلية التي كانت سائدة إبان الدكتاتورية وإبان الحروب والتي تحاول أن تفرض سطوتها من جديد. لنستمع إلى الحوار الذي أجريناه مع المخرج هنر سليم في مهرجان كان خلال عرضه فيلم ماي سويت بيبرلاند ضمن برنامج نظرة ما في الدورة 66 لمهرجان كان السينمائي الدولي. كاكا هنر، في هذا الفيلم أنك تعاملت مع موضوعين أساسيين في كردستان بشكل عام وكردستان العراق بشكل خاص، وهي موضوعة التعليم والسيادة القانون، وتعاملت مع هذين الموضوعين عبر ناظري شابين، شاب يريد أن يجعل القانون يسود وفتاة شابة معلمة تريد أن تحمل العلم إلى مجموعة من الأطفال يعيشون في قرية نائية. أريدك أن تحدثني عن هذا الاختيار، هذين الموضوعين أهميتهما بالنسبة لك. من بما مشكلة كردستان إمرو يعني تحدى أم دشتانية بروردة تعليم ومسألة قانون. قانون بنوسين هي بلام دبي قانون تطبيق بكريت، دبي خلق احترام قانون بكريت. ولاتك ببي قانون نابت أجر قانونك نبيت بو همو كاس ايدي هر كاس خوي قانوني خوي درز دكت نا عدالت درز دبت اگر مخالفه كرا مروفه كي هجار و
مروف كوري وزيرك ده برامبر قانون يقبن همو ولاتي دنيا بيش كوتونا دواي اوي قانوني كي درستيان نوسيوو تطبيقيان كرديان نقطي دوام فرورده تعليم سيرك لفرنسا من ضريبه ددم بشي كي ضريبه من دروات بو human resource ressources humaines يعني تربية العقول أبحاث وتعليم أساس كل شيء حتى بالنسبة للمرأة إذا والقانون إذا كردن بعربي ببورة كبمنالي أجر فيريان نكين قانون شيا أجر بمنالي فيريان نكين كجن مير وكيكن عقل مهمة زانين جرينجا توشي مشكلة جورة دبين بهر حال لدنياي إمرو أجر ملتك بيويد زندو بمنت دبي بيش كويد بعقل تانيا إمرو عقل مهمة سيركا إما خلكي كردستان وكردستان العراق شو كردستان وشو العراق يك دنيا بترول وغاز يعني هيا بتجي دولات نهط نو نيو لصد نفط وغاز يعني ايما هيج درس ناكن طنبلين يعني معقول نيا هيج درس ناكن بترول ايش خو ما درس ما نكرديا خدا لا جرقوني ميدانه او اوروبي دردين سويسرا نفتي هيا نغازي هيا يكي كالا دولمانترين زنجينترين ولاتاني دنيا عقل نفتا وغازا وقورترش لوا وعقل قد تواو نابت غاز وبترول تواو دابت أم هموشتانا ببروردة لا بروردة دست بيدكن بويا بومن أما شتي زور زور جرنجن ومشكلي إيما لروش هلاتنا وراس شرق الأوسط أم مشكلاننا مشكلة پروردية، پيداغوجية، قانونة أما أنا أجر قانونك هبا وتطبيق كرابة صدام درس ندبو أجر قانونك هبا وتطبيق كرابة أسد وحافظ أسد وأمانة درس ندبون جاء من حزدكم يعني ولاتي من وهمو ولاتاني دورو بريش برو مدنية برون مدنية تيج بقانون وبعلم دبت أنت تحدث عن الموارد التي توجد في العراق وفي الشرق الأوسط الموارد الطبيعية لكن هناك أيضا موارد طبيعية أخرى وهي الطاقة التي تحملها المرأة أنت تتعامل في هذا الفيلم أيضا مع موضوعة حرية المرأة وجرأة المرأة في الوصول إلى أقصى نقطة في كردستان العراق حتى تحقق الحلم في تعليم الأطفال كم هي مهمة مسألة حرية المرأة بالنسبة لك وبالذات الآن في كردستان العراق مسألة أنا ما من بموانية جن مشكلة هي من بموانية مير بياو مشكلة هي يعني مشكلة جن زيادتر بياو درستي كردوا مشكلة بياو عقليتي بياو بموانية أجر إما وكمروف سيري جن بكين بياوش مرتاح دبت من حزم للجنة الجن وكو دايك وكو خشك وكو عاشق وكو خوشويست اگر جن آزاد بيت دتوانيت بآزادي قرار بدت حزيلة منا يعنى من اگر كشيكي اوروبي بيم بلت حزم ليتا برواي بيدكم چونك آزادة اجبار منا كردوا بلام للروج هلات زور حالت هيا زواج جن حقيني قسبك وقتل عمري ناتوانت بميردكي بلد حزم لتنية همو بيواندي لسر درو درست كراوة درويا كذب بيواندي قانوني ايما درويا بيواندي ايما وسياسي وسياسة درويا بيواندي ايما لقل جن درويا من بروانا كان بملتي كي وكو كرد
آزاد ببيت اگر جن آزاد نبيت دواي وكو لا فيلم كذا مثلا من جن بم بو كردستان ببيت آزاد يعني آزادي بس بمير أيمن أنت في الفيلم تنتهي نهاية متفائلة من خلال ميلاد الحب ما بين باران و جوفاند لكن كهنر سليم الآن الواقع الكردستاني العراقي بالتحديد ماذا يحمل لك؟ هل يحمل لك تفاؤلا؟ هل أنت متفائل بالوضع الكردستاني العراقي بشكل عام؟ هندك جوازة في كردستان وإي عراق هندك فرق يعني هيا من قجبين نيمة بو بالصالدهات بلام تاريخ هر دروات براو بيشوا وهمو مروف دا قورين من بو 45 سالتر قجبينم متفائلم بلام بو امرو بو امرو تا 20 سالتر من زحمت دبينم نمونة مثلا لسوريا كرديش هي وازل استقلال وام همشتانج بينا بس وكو بشر وكو مواطني سوري كرد كذا بحق وحقوق يا نابيت منال كان يعني بزماني كردي قصبك اعترافك هبيت مروفن بشر سيركا اوبوزيسيوني سوري معارضي سوري عقليتي برامبر كرد عيني عقليتي حافظ اسد وبشار اسد من شون يارمتي او اوبوزيسيون ابدم ك خرابه وكو اسد لعيني كات اما همو كرد دجي اسدي وهمو كرد يا ديمقراسي آشتی بو همو خلکی سوریا درست ببید بلام سوریایک که قانونی که تیابیتو احترامی لی بگرید او قانونه اعتراف به منیش بکد جا بویا من بو ام بی سالا متفائل نیم قد بس متفائل بس انت متفائل للعمل المقبل للفيلم المقبل ولا لا هذا اكيد ما هو الفيلم المقبل شتيك دبيت استاد توزيك زوا وصراحة اش دبيت هنده ماندو بوي ما بو فيلمه استاد هر جرأت مني باسي بروجه بكم هر ده ترسم بلان بي قمان دوايكا اسراحتك دكم هيجان دروز دبيت و حز دكم و هندك فكرم هنا خريكم دنوسم مرة اخرى في كردستان بي موايا بالي اوكي زور سپاس سپاس بتو کاک ارفان